السلام عليكم، كداير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم جيت نصاوب معكم الطريقه المعتمده عندي في الملاوي، وكنتمنى ان هذه الطريقه تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم طريقتي ما تنساونيش من لايك والاشتراك، وكنشكر البنات اللي كيدعموني، وكنتمنى لكم الخير من كل قلبي. وغادي نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. غادي نحتاجوا تقريبا هنايا كيلو ديال الفورص، وغادي نحتاج زلافه ديال الفينو، يعني القدر اللي نتوما. وغادي نجمع البنات كلشي بالماء، انتوما كتشوفوا يعني غادي نجمع كلشي بالماء. ايذكرني وانساه، وليس الحب إلا هو، وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضناه، إذا ما الذنب أضناه بصمت. هنا البنات من بعد ما علقت العجينة ديالي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، ونغطيها بالميكا ونخليها ترتاح تقريبا من ربع ساعه حتى لثلث ساعه، المهم على حسب الوقت شحال عندكم، المهم من ربع ساعه الفوق. انتم شفتوا غنغطيها بالميكا. هنا البنات هي العجينه ديالي ارتاحت، دابا غادي نمروا للزبده. غادي نجيب الزبده، يعني اي زبده انتم كتستعملوا البنات كيف ما كانت. انا هنايا عندي هنايا شويه في هذه الطاسه، غادي نشدو غادي نزيد عليه الزيت، زيت الكميه اللي غادي تقدني والنوع اللي كنستعمل، يعني الزيت اي نوع كتستعملو ديال المائده. غادي نطحن كل شيء مزيان، يعني نطحن الزيت والزبده مزيان حتى غتولي ليا كريمي، يعني بهذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا كيفاش ولات كريمي. دابا البنات غادي نشد العجينه ديالي من بعد ما ترخفات، غادي نشدها ونبقى نكورها، يعني نديرها كويرات ونحطها في الوسط ديال هاد المول الزجاج اللي عندي اللي خويت فيه الزبده اللي طحنت، ونخليه. غادي نكمل العجينه ديالي كامله. انا البنات من بعد ما كملت العجينه ديالي وخليتها في داك المول ترتاح، غادي نمشي نصاوب شويه ديال الفينو. انا هنايا عندي الدقيق الممتاز، يعني الفينو اللي عجنت به هو اللي غادي نفرق به. غندير فيه نص خماره ديال الحلوه، غير نص، وغادي نخلط. غادي نخلط بالمعلقه كلشي حتى يندمج ليا العناصر مع بعضياتهم، يعني الخماره والفينو مزيان. من بعد غادي نمر للطليق، يعني غادي نبدا نطلق بهذه الطريقه هذا، لان شوفوا العجينه كيفاش كترخف، يعني كتولي لعبي بها كيف ما بغيتي، كترخف مزيان وكتولي كتجبد وغزاله في الطليق، يعني كتمشي لك مع يدك كيف ما درتي لها تطاوعك كما كنقولوا. المهم غادي نبدا نفرق بهذه الطريقه هذه، ونبدا نرش. غنرش شويه، نفرق مزيان، نطلقها، نورقها مزيان، ونبدا نرش الفينو اللي فيه عندي الخميره. نبدا نرش بشويه بشويه ونطوي. المهم غادي نخليكم مع الفيديو. ايذكرني وانساه، وليس الحب الا هو، وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضناه، إذا ما الذنب أضناه بصمت الليل يحفظني ويرعاني بعيناه، وادعوه فيسمعني وتغرقني عطاياه، وتغرقني عطاياه
رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه هو الله هو الله وما للروح إلا هو وما للروح إلا هو بعيد لا أشاهده وملء العين رؤياه قريب لست أدركه ولا تدرك خفاياه ولا تدرك خفاياه وفي سمعي وفي بصري دليل أنه الله هو الله هو الله وما للروح إلا هو وما للروح إلا هو إذا ما الذنب عذبني ورقني بليلاه وذكرني بتقصيري ويأسني لأنساه ويأسني لأنساه أناجيه على خجل وأرجوه وأخشاه وأدعوه ليرحمني فيدرك. أنا هنا من بعد ما كملت شفتوا الطريقة ديال التورق اللي كندير، يعني سهلة وبسيطة، كندير وحدة في وحدة باش كيجيوني مورقين أكثر. انا هنا بعد ما كملت تكون المقله ديالي سخونه، يعني المقله ديال الحرشه اللي كنطيبوا فيها هذيك الثقيله كتكون سخونه، كنرشها بشويه ديال الزبده من هذاك المول وندير الملويه ديالي عادي ونبقى نقلبها باش تنفخ ليا وتجيني من الداخل مورقه. نقلبها قبل ما تطيب، يعني قبل ما تطيب نبدا نقلبها باش هكذا تبدا تنفخ ليا. اما الا طابس راه كدير هذاك البواق وما كتبغيش تنفخ. دابا عاوتاني غادي نرجع نقلبها للجهه الاخرى وغنبقى كل مره نقلبها كل مره نقلبها باش هكذا تنفخ ليا مزيان. وبالنسبه للعافيه البنات، العافيه مهيله، يعني ما مهيله ما مجهده، يعني شويه بين وبين. وانتم شفتوها كيفاش بدات كتنفخ كتنفخ باش كتورق من الوسط، وكنبقى دائما نقلبها. انتم شوفوها كيفاش تنفخات. انتم شفتوها قداش تنفخات، ها هي الملويه ديالي طابت. وكنبقى نشد ملي كطيب ليا الملويه في المقله كنبدا نضرب لها الجنيبات مع المقلة، يعني كنضربها من هاد الجهة ومن هاد الجهة باش كتزيد تدخل لها الهواء بين يعني ديك الوريقات ديال العجينة وتزيد تورق ليا. نتوما شوفوها كيفاش جات الملوية ديالي وكتجي محمرة من هنا ومن هنا وكتجي ناشفة. عندكم جيبكم الله راه غادي تجي زعما واخا شاربة الزيت بزاف ولا هذا، كتجي ناشفة وجربوها وما غاديش تندموا. نتوما شوفوا الملويه كيفاش جات مورقه. هنا البنات درت وحده اخرى وبنفس الطريقه كنبقى نسيرها في المقله ونقلبها نسيرها ونقلبها باش تنفخ ليا باش دير ليا هاد النفخ هذا، لان هاد النفخ هذا هو اللي كيخليها انها تورق لي الملويه من الداخل. واخا انني ورقتها من في العجينه فاش كنت كنصاوب، ولكن باش تزيد تورق ليا هي هاد الطريقه هادي، يعني نبقى نضرب لها الجنيبات بحال هكذا ونقلبها.
المهم هانتوما شفتوا المليبيه كيفاش جات كتحمر من الجنيبات. بالنسبه للتحمر البنات يعني الزبده وسنيده هما اللي كيحمروا تقريبا الملويه. بالنسبه للوريق الوراق هانتوما شوفوا كيفاش جات مورقه للتورق، والملويات ديالي ها هما ساليتهم، شوفوهم كيفاش جاوا كيجيو مورقين وناشفين الزبده. وبالنسبه للزبده البنات ما كتاكلش داكشي كامل ديال الزبده، يعني ما انا ما خدمتش بداكشي ديال الزبده كله. هانتوما شوفوا شحال بقى ليا، غادي نحاول انني نخليه في شي قريعه ونخدم به المره الجايه ان شاء الله. المهم نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك والاشتراك.